الأحداث كانت دافعة طبعا للإبداعات، وإحنا شفنا يعني آيات من الإبداعات في هذا التوقيت. طبعا جابت الابداع. احنا عملنا حاجه اسمها جابت الابداع، وعملنا مؤتمر في نقابه الصحفيين. كان في 3000 وفي اجتماع المثقفين في الوزاره في طول طبعا ده اللي قبل الثوره على طول، من الاعتصام المثقفين. بس جابت الابداع دي اتعملت بعد الحكم، جم حكموا على طول، واكتشفنا ان مصر راحه في سكه اللي يروح ما يرجعش. فعملنا الابداع على فكره، ما كانش فنانين بس، مهندسين مبدعين، مظبوط، دكاتره مبدعين. ما هو الابداع مش قصر على اللي بيالف ولا اللي بيغني ولا اللي بيمثل، الابداع عمل المصري الاساسي، الاسترجي بتاع النقاشه. أيوة. الابداع ده فانا عملنا الابداع جنب. للناس اللي في الميدان واليافط وركوب والنكت وركوب اشاره المرور. هو مش ده شعب الموهوبين. طبعا يعني عايز اقول ان الست الطيبه اللي هي على الترعه ديت على الاقل مخلفه من السته اتنين منهم اديب وشاعر. ده صحيح. ماشي. عايز اقول ان على شط الترعه كل يوم الصبح في 1000 لاعب بمستوى محمد صلاح و1000 اديب بمستوى يعني، ويمكن يصل لنوبل لو احنا اهتمينا بيه. لا اقصد ان ده شعب الارض بتطلع الغله بتاعتها موهوبين. انت عارف انا ليه كتبت احنا شعب وانت شعب؟ كنت بزور قريه رمسيس حنا ويصل اللي في الحرة. مظبوط. انا ومراتي. فدخلت لقيت ستات شبه عماتي وخالاتي قاعدين قدام النول. ايوه. وبيرسموا حاجات ولابسين المنديل او المالس وبيعملوا تماثيل. وقعدت يوم كامل، فقلت لمراتي الست دي شبه جدتها من 5000 سنه. مزبوط. لم يتغير شيء. هي فهذا شعب فنان، اللي بيحرم الفن يبقى مش من الشعب ده والشعب يصور عليه بس كده.